اهلا اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ملاء مكاوي. النهارده هنعمل معاكم صوص الكراميل بطريقه سهله جدا وفي 5 دقايق فقط، وكمان قوام مظبوط جدا وبمكونات بسيطه وسهله جدا، وكمان موجوده في كل بيت. هتقدري تعملي احلى صوص كراميل، وكمان مش هتحتاجي انك تضربيه بالبلندر ولا في الخلاط بعد ما تعمليه، يعني على الاستخدام على طول. وانسي تماما انك تفشلي في عمل صوص الكراميل، لاني هقدمهولك بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مضمونة بإذن الله. وزي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعه تحفة جدا، وممكن تستخدميه تزيني بيه الكيكات او تستخدميه على الايس كريم، في حاجات كتيرة جدا ممكن تستخدميه عليها. ويلا بينا نشوف الطريقة والمكونات. وقبل ما نبدأ ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس، واسمي على اليوتيوب ولاء سكتشن. ويلا بينا نبدأ. للمكونات هنحتاج 1 كوباية من السكر، 1 كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من الزبدة، ومعلقة كبيرة من النشا. وفي طاسة على النار، مهم جدا انها تكون واسعة، هنوزع فيها السكر بالشكل ده، وتكون الحرارة ما بين المتوسطة والهادية، وهنسيب السكر لمدة دقيقة لدقيقتين بدون تقليب. وفي 1 كوباية من اللبن هنضيف عليها معلقة كبيرة من النشا ونقلبها كويس، ولما نلاحظ ان السكر بدأ يقلب الكراميل من تحت بالشكل ده هنبتدي نقلب. وما تقلقيش خالص، لما السكر يتحول لتكتلات، كل التكتلات دي بالتقليب المستمر هتسيح وتتحول لكراميل. وخدي بالك ما تعليش النار على الكراميل علشان ما يتحرقش منك، لازم يبقى النار هادية او متوسطة. انا مش عايزة اقطع الفيديو علشان تشوفوا كل المقاطع بالتفصيل وتشوفوا السكر بيتحول ازاي. اهو كده بدأ يفك، وكمان بدأ يتحول للون الكراميل. لازم تستمر في التقليب، وكمان ما تسيبيش الكراميل ولا لحظة، لازم يبقى عينيك عليه، ولما يتحول بالشكل ده يبقى هو دوت اللون اللي احنا عايزينه. حابة تغمقي عن كده مفيش مشكلة، بس اللون ده كويس جدا. وهنضيف بقى معلقتين الزبدة ونقلب بسرعة. وبعد ما الزبدة تسيح هنكون مجهزين 1 كوباية اللبن مع النشا ونقلبها كويس قبل ما نضيفها. ولما نضيفها لازم نحرك بسرعة جدا علشان ما يحصلش اي تكتلات في الكراميل بعد ما نضيف اللبن. ولو لاحظنا كل التكتلات راحت مع التقليب، طالما قلبتي بسرعة مش هيحصل معاكي اي تكتلات، والقوام بتاعه مظبوط وروعة جدا. طفينا عليه النار وفضيناه في البولة لحد لما برد شوية، وده القوام بتاعه النهائي، بجد روعة جدا وتحفة. ينفع بقى في الكيكات، وينفع في السينمون بان، وينفع مع الايس كريم، في حاجات كتيرة هينفع فيها، وكمان ينفع على البانكيك، بيبقى حلو جدا. يا رب تكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم وعجبتكم. هستنى تطبيقاتكم، ولو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس. كان معاكم ملاء مكياوي، مع السلامة.